السيد أسامة، تحية لقناة الجزيرة مباشر الرائدة ولجميع المشاهدين الأعزاء. جائحة كورونا جائحة خطيرة جدا، عمت العالم كله من أقصاه إلى أدناه، جائحة لا يستهان بها، فهناك عشرات ملايين الإصابات وهناك مئات ألاف الوفيات من كل الأعمار وفي كل البلدان، من الصين حتى نيوزيلندا حتى أمريكا الجنوبية، مرورا بكل العالم، بلاد العربي وأوروبا وغيرها. لا يوفر هذا المرض لا غني ولا فقير، لا متعلم ولا أمي، لا دول فقيرة ولا دول غنية، لا دول نامية ولا دول متطورة. هذه الجائحة لا يستهان بها أبدا. من الخطأ الفادح الذي ارتكبته عدة دول وعدة مجتمعات أنها استهانت بهذا المرض. ساعة تقول أنه مؤامرة، وساعة تقول أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذا صحيح، ونسيت أن تأخذ بالأسباب، ونسيت أنه حتى لو كان هذا المرض مؤامرة فيجب التصدي له بعلم وحذر وجد واجتهاد، لأن هذا المرض فعلا خطير، أصاب الكثير وأصابني من جملة من أصابه في بيئتنا. أنا لم ألتقط هذا المرض الخطير من المؤسسة التي أنا أديرها أو أعمل بها، بل التقطته من المجتمع خارج المدرسة، وكان مرضا صعبا، وصلت به إلى المستشفى أكثر من مرة، دخلت المستشفى أكثر من مرة، وعانيت معاناة كبيرة جدا. نقلت هذه المعاناة حيثما أستطيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمحبين والأصدقاء. عزلت نفسي تماما فترة طويلة، استمر معي المرض أكثر من شهرين، يعني تداعيات المرض من حيث الضعف في الجسم، فقد خف وزني حوالي 17 كيلوغرام. وعندما بدأت أخرج من المرض ومن آثاره المباشرة، كان هناك آثار سلبية أتت بعد زيادة على الضعف في الجسم، كان هناك ضعف في القوة وفي العضل وفي الهمة في العمل. رغم ذلك يعني تحملت قليلا بعد أن عرفت تماما وتأكدت أنني خارج العدوى بالاتجاهين، يعني ما بنعدي ولا بأعدي حدا. حاولت أن آتي إلى العمل ولكن بصعوبة. هذا المرض مرض خطير، لا يجب أن نستهين به. يصل المرء أو المريض إلى يعني شفير قرب نهاية الأجل. طبعا نحن جماعة مؤمنون، الموت قدر من رب العالمين، والموت له ساعة محددة. إنما تأتيك يعني تفكر طبعا بمجتمعك، تفكر ببيئتك، بأهلك، بأولادك، بطلابك وزملائك في التعليم والمؤسسة التربوية، كيف يمكن أن تحميها أنت والقيمين عليها، كيف يمكن أن تحميها، كيف يمكن أن تبعد عنها هذا الوحش المفترس، هذا المرض، كيف يمكن أن نقوم بكل وسائل الرعاية والعناية والحماية، من استعمال للمسكات، من المطهرات، التعقيم، الحفاظ على الأصحاء، وإبعاد المرضى أو المخالطين، إبعاد المرضى من الطلاب أو المعلمين، حجر يعني طلب منهم الحجر في المنازل 15 يوم أو 14 يوم على الأقل، وكذلك المخالطين، حتى نحافظ على مجتمعنا وعلى مدرستنا وعلى بيئتنا في أجمل حلة صحيحة قوية بعيدة عن هذه الجائحة. وللأسف بعضهم من يعني المثقفين المطلعين كانوا ينكرون هذه الجائحة، أنه ما في جائحة، والبعض منهم كان يعني يبسط الأمر بطريقة أنه عادي، مرض عادي، إنفلونزا عادية أو غريب عادي. الحقيقة الأمر أخطر من ذلك، وللطرفة أنه بعض الناس اللي كانت تسخف هذا الموضوع وتبسطه أصيبت به. كانت النصيحة بأن نأخذ الموضوع، موضوع الجائحة كورونا، على محمل الجد،
بمعنى أنه ما نستهين بالموضوع ونأخذ بسبل الوقاية، سبل الوقاية، وفي حال أحد أصيب كنا نقدم له النصائح بحدود معرفتنا المتواضعة أو تجربتنا عن كيفية استعمال بعض الأدوية والعلاجات، وفي حال اشتدت الحرارة حتى لا تصاب الرئة، أو أنه يعني سخونة عالية، درجة الحرارة عالية، أن يذهب إلى المستشفى ولا يتلكأ بالموضوع، لأن الكورونا مرض فعلا خطير، يفتك بالجسد ويفتك بالأرواح.